اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سلام البنات ان شاء الله تكونوا كامل لبس اليوم رانا عند بازار ملينا جروب تصوير هذا راهو بالجمعه صباحا راح نحن نقدم المونتاج ونحط لكم العشوه ان شاء الله يطلع يعني بكري باش تشوفوه المحل يفتح من السبت الخميس يوم كامل من صباح حتى لصلاه العشاء يعني المحل في العلم حي باللعلات والمسجد فاطمه اون مجوهرات سلسبيل مجوهرات بكيس يعني شوفوا الطابق الاول تلقاو فيه قشيشته لي صول الثاني تاع تخفيضات كبيره 35 بالمية 40 خمسين ما صورتكمش التفاصيل الطابق الثاني تلقاو فيه قش الصوت قش كما نقولوا الصيف تاع الصوت تاعك ساوي العيد الدوام يسري والفس لل حوايج روعه يعني نوعيتهم مليحه بزاف بزاف راح نخلي لكم الفيديو هذا جوله عامه مع الطابق يعني تفهموش عندهم العروض تفهموا الصوت مرحبا بكم من 48 ولايه تنوروا يعني العلماء. اصلا يعني العطله راهي باينه جايه في ايام مشمسه كما اليوم الجمعه راهو الجو ربيعي بامتياز آه راح نخليكم مع الفيديو وما تنساوش في القناه وبارطاجيو اللي حبي يشوف التفاصيل والعمر وكل تفاصيل في الاجزاء الماضيه راح اخليها لكم في صندوق الوصف اول حاجه نبدا لكم بها قبل يعني ما ندير قش الصولد وعروض الصولد راني في الطابق الاول حبيت نديلكم جوله فقط على قش الشتاء ولا الطابق الاول اللي فيه ديما سلعه مليحه بزاف 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 كنوعيه يعني شوفوا هنا ثاني في الطابق الاول راه كاين بزاف تخفيضات البازار كامل فيه تخفيضات باش نصور لكم بالحاجه وبالسعر وبالتفاصيل يعني مستحيل راح نلحق وراح يجيكم الفيديو طويل بزاف بزاف ما يقدرش يعني يتحمل في نفس اليوم لذا ما قررت ندير لكم جوله خفيفه برك باش الفيديو يتحمل وتشوفوه وتعرفوا بلي البازار كامل راهو عليه صولد وعليه تخفيضات هنا هذا في الطابق الاول تخفيضات كاين 20% 30% 40% الصباب الثاني مازالو كاينين تاع 90 تاع 140 150 كامل عليهم عروض، هذا بالنسبه لقش لشتا، قش لي بيبي ثاني هاو كاين منا، هادو ليفيز تاع دراري، ها ها متوفرين، لي جوكينغ تاع البنات، بيجامات دراري، بيجامات بنات، كاين يعني كلش كلش، شوف، هادو ليفيز تاع البنات، تلقاو أيضا حوايج في ب خاص بربعين، بخمسين، ستين، شوف، هادو ها متوفرين. منها هذو كامل لباس تاع البنات جوكينغ تاع البنات كاين طربه بياس كاين دو بياس شوفوا منها هكذا رانا في الجزء تاع البنات بالنسبه تاع لي بيبي من صفر كما نقولوا العامين ها متوفرين بنات ودراري هذا رانا في الطابق الاول يعني اللي عجبتها حاجه منا في الطابق الاول هي جوله فقط جوكين تاع البنات شوفوا هذو السراويل تاع الجين متوفرين البنات الدراري الاعمار كامل سما من صفر حتى 16 سنه سواء في البنات سواء في الدراري تلقاو منا انا في لي فيل تاع البنات هكذا بالنسبه لي جوكينغ تاع الدراري على بالي بزاف بزاف يهتموا بهم اسعارهم ظن كاين ب 180 كاين 210 شوفوا الصالو بيتش مليح شوفوا السراويل ثاني هذو واش مليح جايين سي كلاسيك هذو السراويل هايلين يعني وكاين لي جيب ثاني هاهم هم ها. هذو منا سيرفيت تاع الدراري اللي ولادهم يعني يحبوا يلبسوا سيرفيت ها كاين ب 180 وكاين 210 على حساب الموديل على حساب النوعيه تاعو وكميات متوفرين هذا بالنسبه للطابق الاول ايضا كاين جوكين كذي تاع البنات شوف شبيه تهبل تهبل هذه راهي غير 200 في الطربه بيس فيها نظن من ثلاث سنين ل 10 سنين ولا كاين يسيرفات ثاني بنات كاين يعني شوفوا البازار الطابق الاول راه معمر بسلعه الشتاء تلقاو لي فيست وتلقاو لي جوكين لبسات سراول جين احذيه روبيت رايحين تلقاو كلش دوكا راح نطلع لكم للطابق الثاني نشوفوا العروض اللي كاينه نزيد ندير لكم جوله باش ما يجيش الفيديو طويل بزاف بزاف الاهم انه يتحمل يعني في نفس اليوم شوفوا ها هم هذو كامل اللبسات لي راكم تشوف فيهم متوفرين شوفوا جوكين هذي ثاني دوك راحين نطلعوا للطابق الثاني اللي هو فيه عروض الصول وفي اسعار في متناول متناول الجميع بزاف سقسيتوني سلعت ميلينا وش بقى وش خلاص راح نزيد ندير لكم جوله نشوفوا وش بقى وش خلاص هنا تقريبا راهو كيما نقولوا قش الصيف شوف شوف شو مليح هادي تهبل كاين دي كيك هكذا سيرفيس دي سونسامبل يعني بالنسبه للصيف ولا بالنسبه للعيد احرار يعني دوك رانا في الطابق الثاني شوفوا مش نفس السلعه اللي صورتها الاسبوع اللي فات لانه تباعت بصح كاين سلعه جديده لانه بزاف يعني عندهم سلعه شوفوا السراويل تاع الجين تاع الاعمال الكبيره راهم ب 140 كاين دي بي اللي هبلوا يعني في النوعيه الممتازه اللي كانوا مية 180 170 راهم 200 و 110 هذا الصف الاول كامل ب 110 بصح يعني يا كما نقولوا تريكو وكاين موديلات هكذا ب 100 سما موديل بمية عشرة موديل بمية أعمار كامل متوفرة لي زونسومبل يعني لي حب يعني كسوة تاع عيد كاينين حاجة لي حب ثلاثمية و تسعين لي كانو يديرو خمسمية خمسمية و عشرين راهم بثلاثمية و تسعين و بثلاثمية و سبعين هادو بالنسبة لي زونسومبل بصفة عامة شوف ها موديلات باش تركزو هادو مبينين تاع الفوكا مكبار و تاع لتحت فيهم كاين من عام و طلع شوفو هادي واش مليحة تهبل هادي ثاني هايلة شوي ميسالي وسروالها وكاين تاع كبار 16 14 12 سنه ها راح نزيد لكم جوله في السلل واش فيهم يعني منا هذو اللي جايين كيما نقولوا سيرفيت كاين بونتاكور وكاين شورت كاين هامب 140 اعمار كامل لي زونسومبل مليح تقريبا يعني اسعارهم تتراوح بين 370 350 390 هذو في المليح يعني شوف هما سيرفيت مننا. ها هذا الاحذيه كاين تاع بنات وكاين دراري كاين موديلات ب 150 وموديلات ب 160 يعني يا صباب الصح العرض تاعهم مغري جدا ومليح يعني شيك بزاف تما راهم صولد 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 صول. شوفوا واش باهين عجبني ثاني هذا هذا هايل هذا نظر يدير الصغير ميتين والكبير ميتين وعشرة ها شوفوا كاين تاع البنات وكاين تاع الدراري يعني صباب ننصحكم تشريو لانه فرصه مليحه بزاف بزاف وراهم باهيين يعني. شوفوا شيهبلو تاع العيد يعني نقبيهم للعيد تقدروا تشريو لوكا شوف كاين ب 150 وكاين ب 160 موديلات هاد واللي يحب يعني تاع 90 دوك نزيد نعاد لكم تاع 90 الف ثاني يعني ولا غير باهيين التبديل برك اللي يحب يعني ما يشريش الغادي ولا يعط عند ولاد بزاف ما يقدرش الميزانيه شي لهم حاجه باهيه المهم جديده فرحوا بها وخلاص شوفوا هذو واش باهين وكاين بنات طبعا بنات ودراري هذو كامل تاع 150 140 و 160 وهذو من تاع 90 الف هذو راه مغرب 90 فقط ها اللي ولادهم يشيطوا مع سبدريات ويحبوا يبدلو مخفيف يعني ب 90 الف ثاني سعر رمزي ها باهين هايلين شوف هادو كامل راه تسعين ها تقريبا كل الالوان متوفره ولي بوانتير متوفره واللي يحب التفاصيل تاع لي بوانتير ترجعوا للفيديو تاع الاسبوع الماضي راني حطيت فيه كلش الاسبوع الماضي حطيت لكم كما نقولوا جزئين تاع البنات وتاع الدراري ثم تلقاو التفاصيل انا فقط حبيت ناكد لكم باللي السلعه مزال في البازار مستمر في الصول لاصحاب العطله هذا الفيديو كما قلت لكم ديما اليومين هذو راح تلقاو الفيديوهات خصيصا اصحاب العطله دوكا نروحو شويه على البنات شوفوا لي كل حاجه مكتوب سعرها كاين هادو ليليكات هكذا هم ب 140 شوف كاين هكذا ثاني ب لبسات مليح على حساب الجوده كل ما يعني يكون السعر كيما كانت ترجع ب اللي كانت ب ثاني راه متوفر الأعمار كامل ها في الصغار وكاين في الكبار ايضا اللي بناتهم دايرين حجابات تلقاو هنا ربابيط يعني تاع الدرعين اللي تقدروا تلبسونهم صوف العريس وبرا سوا شوف هذو راهم بثلاثمية وتسعين كاين ثلاثمية وسبعين شوفوا الموديل هذا كان يدير خمسمية وثمانين والصغير تاعه كان بخمسمية واربعين دوكا راهو في الكبير راهو رجع بثلاثمية وعشرين وتاع الصغار رجعو بثلاثمية شوفو شبهين يعني ما قدرتش نبينهم مليح حكا عادو يبريو جمل بي كثير هادو لي زونصامبل لي قلت لكم هذو موديلات جديده ما صورتهمش مره فاتت قلت لكم باش نصور كلش ما نلحقش المره دي حبيت نركز لكم عليهم لي زونصامبل مليح ثاني هاني مثلا 150 360 390 كل الموديل وكدا يرجع ها هذو مناسبين جدا يعني لعيت عيت 3 بياس 4 بياس ثم لبسه كومبلي شوفوا كاين ايضا الموديلات هادو ها شوفو كاين هذوها ها بالنسبه قلت لكم اللي ندير الخمارات ولا ها هذو هم كاين الحوايج اللي فيهم الدرعين ها آه. شوفو هادو هذو هادو هذو اشيك موديلات صبار هذو اللي كانوا ب 600 تاع الصغار يعني هادو راهم 270 شوفوا شو مليح هذو رجعوا ب 270 شوفوا يعني من ابهى الموديلات اللي شفتها هذه جاية كما قلت شياك هذه راهي ب 270 كاين بزاف موديلات ماشي غير هذه يعني في الصباري بالنسبة لي الثاني ثاني ها مصيفي كاين ميتين وسبعين سبعين، سما كي يعود زونسومبل كلش مع بعضها، السروال و الشوميز تلقاو معاها كيما نقولو بوشيت تلقاو كلش، تبقى لكم غير الصباط يعني، لي زونسومبل ثاني تاع ها متوفرين، لي شوميز منا ها, ها بميا، والله لي كات شوميز هادو يطيقو مع ها هاهم كاين لي زونسومبل ثاني. مية وتسعين يعني كل الأسعار متوفرة كاين هكذا مية كاين هادو تاع الصغار شوفوا واش مليح هذه بمية وسبعين تهبل هذه كاين هكذا بمية وتسعين هادو في الصواري تاع لي بيبي تاع رزان <applause> شوفو واش مليح كاينة الثاني بمية وسبعين سروال بليسي يجي عريض وهكذا شوف. بالنسبه للبيجامات والله تاع الدار ولا الخفيف لبسه تاع الصيف ثاني كاينين ب وهذا منا ب 180 كامل اللي يحب كل موديل والعمر قداه يعني ممكن هكذا ما ذكرتش العمر ارجعوا للفيديو تاع الاسبوع الماضي راح تلقاو العمر وكل التفاصيل ها هذو منا هكذا بمئة 180 وكاين بمئة 170 وكاين اللي يحب صوار يعني الاقل تسعرا ها ب 160 كاين كل الاسعار يعني نتا الناس كل تقدر تشري اللي تحب 150 تلقا ب 200 تلقا ب 300 تلقا سروال تاع الجين تاع البنات كاين من 2 مين حتى ل 14 سنه لي موديل بزاف والاعمار كامل هادو تلقاهم في السلل في الطلعه مباشره كما تنقولوا كما تدخلوا الطابق الثاني مباشره راحين تلقاو كاين ب 80 كاين ب 90 كاين ب 100 راح ندير لكم جوله فيهم كامل ها الموديل هذا ها ب 80 اعمار كامل متوفره الكميات راهي كبيره في السله ها البيب تاع الدخله مباشره طابق ثاني تلقاو السره والاول حاجه هذا الثاني منها كاين ب100 كاين ب90 وكاين ب80 كل موديل وسعره المهم راهم يتراوحوا بين 80 و100 الاعمار قلت لكم متوفره الاعمار كامل من عامين حتى 14 سنه هذا الموديل راهو ب110 ثاني تلقاو في السله هنا هذو اللي كانوا 240 و250 كاين ايضا الموديل هذا راهو ب 140 جاي هذا من عامين 14 سنه هذا راهو ب وثلاثين هذا ثاني نفس الشيء راهم ب وثلاثين لي هذو شفت الصيف واش هبلوا هذو راه هذو غير ب هذو غير فيهم بزاف بزاف لي موتيف كاينه صالوبيت هذه ثاني مميزه تهبل هذه هذه راهي ب وكاين بالنسبه للفيزويات راهم 30 اللي شوفوا واش باهين هبطلو دوك نروح لكم لي زونصومبل اقل سعر نعت لكم تاع 300 250 دوك نزيد نروح لكم حتى تاع 80 يعني كي نقول لكم الناس كل تقدر تشري الناس كل تقدر تشري ثم تاع 80 تشري و تاع 200 تشري ها كاين روبيت هكذا ها ب 80 اكيد سلعه صيفيه هكذا ثاني شوفي هذو واش مليح هذه هذا ثاني راهي ب 80 كاين الموديل هذا ب 100 اللي جايه صواري هذه تقريبا هذو اللي تلقاوهم بالصف هذو كامل تلقاوهم ثمانين مية كاين هكذا فرنسي مية وثمانين كاين مية وعشرين كاين تسعين هكذا هذو مية وربعين وهاهم اللي حب حوايج دوامي هم في السلل. ها نفسلل بونطاكور كور بنات ها بستين هذو راهم بستين ألف وكاين ستيل شورت ها ثاني بستين وكاين الموديلات قلت لكم ما الاسبوع اللي فات هاني نعاود لكم فيهم دوكا هادو ها هم شوفوا ب 240 يعني الله يبارك قش البنات متعه يعني شياكه كل واحد تلقاو الاذواق كامل دي هكذا تاع صغار خلاص ست شهور وثلاثة شوفوا واش كانوا ب 495 رجعوا ب 330 صح يعني شياكه وكامل سلعه مليحه راكم على بالكم ها منا هكذا هادو فاني شفو شو بلاح ميتين وخمسين هادو لي زونسون بلاهم ثلاثة مية وخمسين يعني نظن هذه الجولة حتكون خفيفة فقط الجزء الأول والثاني اللي حطيتهم الأسبوع اللي فات اللي فيهم التفاصيل المملة تاع العمر ولا طاي وكل التفاصيل راح نحطها لكم في صندوق الوصف اللي ما تفرجتهمش ترجع لهم لأنه السلعة راهي مزال شوفوا كاين هذا الثاني تاع صيف هاي بمتين وتسعين كاين هكذا ميتين خمسة وتسعين ثاني مليحة هذه شوفوا واش باهية ومعها سروال سما أونسومبل كومبلي وهادو بيجامات ولا الدوامي تاع الصيف هما حاجة مليحة هاهم بسبعين يعني دي زونسومبل تاع لي بيبي صغار هاهم بسبعين ألف ثاني قش دراري باش ما تقوليلوش ما تقولوليش يعني حكرتي ما ركزتيش فيه هاني قلت لكم السراويل كاين ب 140 وب 130 لي بيل منا ثاني متوفرين السراول تاع الولاد الصغار هاهم كاينين ب 120 هذو اللي كانوا يديروا 240 سواء في الجين سواء في اي موديل في الكومبا اي موديل بالالوان كامل ها شوميز سعجين ثاني متوفره شوميز نورمال متوفره والسلال ايضا تلقاو فيه سراول جين تريكوات اللي يحب حاجه رخيصه راه متوفرين في السلال هنا شوفوا التريكوات كاين ب 50 كاين ب 60 كاين ب 70 كاين اللي يجيو هكذا دو بيس سما تريكو فوق وهذي جيلي ولا المهم عفسه هكذا هذه راهي غير ب 80 او ثاني يصلحوا العيد عادي يعني تنسقوا لهم سروال جين برك من تاع 100 الف وهما مكسيين ب 180 كسوة شيك نوعية مليحه ولا مارك مليحه وباهيه وكلش يعني سما اللي يحب يشريهم للدوم فقط ويخبيهم يخبيهم الصيف. ها يخبئهم للصيف واللي يحب للعيد والله إمكانيته ما يقدرش يشيل غالي ثاني يقدر هاهم هذو ب الف تاع دراري كاين ثاني هادو بونطاكور ب 120 وكاين اللي معاهم بونطاكور جين نظن ب 140 سراو قلت لكم بكل انواعهم متوفرين تاع دراري هادو كاين ب 50 تاع دراري صغار شوفوا الموديل هذا تاع الصواري واش باهيا تهبل هذا شوفوا السالوبيت هذا ثاني مش مليحه تاع دراري تهبل هذه ب 195 فيها الاعمار والالوان هذه هايله عجبتني بزاف بزاف هذه راح نشري منها الرامي هذه صالوبات مميزه مختلفه شوف ما صورت لكم المره اللي هذا ما كانت من الفيديو يعني ما كانش طويل عليكم ما كانش ممل راهو فيه جوله فقط للمحل باش تعرفوا بلي السلعه مزال السولد راه متواصل بزاف البارح اسئله في الجروب اسكو روزا ميلينا جروب مزام دير السولد الحوايج تلقاهم في السلل السراوي وكلش صواريها بكل الاعمار متوفرين في البنات في قش الدراري شتو نفس الشيء شوفوا من لي زونسومبل نعم البازار مازال متوافر متواصل يعني في الصولد صولد ماهوش متوقف مرحبا بكم محل يفتح ديما من السبت الخميس يوم كامل من 9 تاع حتى يعني المغرب تلقاو فاتح بالجمعه يخدموا بعد صلاه الجمعه اليوم فاتحين